وأيضا سبق أن مثل نادي نيوكاسل الإنجليزي. كرة منقولة تلعب منقولة إلى الأمام، انطلاقة لمصلحة عزيز الشتاوي، مندم مندم لاعب جدة سدد جول. مندم 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 يجعل حارس مرمى فريق العروبة حقيقة يندم على الكرة الماضية ودفاع فريق العروبة. الهدف الثاني في الدقيقة 76. مندم 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 إذن يضيف الهدف الثاني لفريق جدة. اختراق لدفاعات فريق العروبة. والله ماهر الشمري حقيقة وكلمة إنصاف وحق لهذا الرجل مدرب فريق جدة. الرجل مدرب تكتيكي احترافي، يعني حتى العام الماضي لما كان متواجد مع القيصومة استطاع إبقاء القيصومة في مناطق آمنة، والآن يقدم جدة بشكل رائع وجميل، ويعود فريق جدة إلى الواجهة وإلى المباراة ويستطيع التقدم. مندم من كرة عزيز الشتاوي، طبعا الفضل عائد إلى الله عز وجل، ولكن لابد أن نذكر أصحاب الفضل بعد الله على فريق جدة حقيقة، يعني إنه يقدم مستويات رائعة وجميلة وهدف من قبل مندم. إذن روسمير ماذا سيقول؟